رقم الشبكه عند العدول عن الخطبه. طب الشبكه دي جايب لنا شبكه، الشبكه دي تروح للعروسه تروح للعريس. طبعا اللي بيكرر الكلام ده بابا بالاتفاق، يعني بابا واهل العريس واهل العروسه. الشبكه يا اولاد استميتوا، بقولها الامهات بقولها الابهات بقول لكم كبنات، ليك ربنا ما يجيب حاجه لنا، بس يمكن لصاحبتك يمكن لاخوك يمكن لاختك الشبكه اتفسخت. طب الشبكه يا جن نوديها فين؟ الخطوبه اتفسخت الشبكه نوديها فين؟ لا 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 ده احنا نجرجرهم في معاك. استميتوا ان الموضوع يتعالج ايه؟ مش يرجعوا لبعض، لا ان الاتفاق يعني مين الشبكه تروح فين وتيجي منين والهدايا والكلام ده، ده يبقى ودي. استميتوا الموضوع ما يوصلش المحاكم، لان لو وصل لمحاكم بتبقى مصيبه. يعني حاولي باباكي مع باباه، ما ينفعش تنتظروا هما الاثنين متعادلين مع بعض. شوفي عمك، شوفي واحد من عمك وواحد حد من عنده، شوفي حد مش عارفين احنا مالناش حد يتكلم، شوفي محامي يكلمهم هم يتفق ودي. حتى اي محامي عنده ضمير وتروحي في اي قضيه يقول لك الاول هنحاول نحل القضيه ايه؟ ودي. ابعدوا عن المحاكم على قد ما تقدروا مهما كنتش على حق. حاولي لانك هتخسري هتخسري. فحاولي تعالجي الموضوع ودي. بصي بقى الشبكه فين بقى؟ عشان حواديت الناس يقول لك لا الشبكه وخلاص، الشبكه من حقنا، الشبكه من حقنا، ده قاعد بقاله سنتين داخل خارج واكل مش عارف ايه، والهدايا اللي جابها لها ما هي جابت له هي كمان هدايا وحواديت بقى تقول لك من حقنا. لا من حقها، من حق البنت طبعا، من حق العروسه طبعا، مش كده؟ بصي بقى الشبكه بقى. الشبكه قد تكون في بعض الاعراف، دي بالاعراف، لان يعني الشبكه دي سنه ولا فرض؟ ده سنه ولا فرض؟ ده عندنا في البتاع كده في عاداتنا وتقاليدنا في الاعراف بتاعتنا. قد تكون في بعض الاعراف ضمن المهر او هديه من هدايا الخطبه. لو كانت ضمن المهر راجل يجي يقول لك ايه انا هديكي 10 قروش اهو، ده المهر بتاعها. عاوزين بقى تجيبوا منه شبكه ما تجيبوش منه شبكه، تعملوا مهر كله تجهزوا بيه اهو، ده مهرها، ده مهرها وخلاص. بابا خد المهر ده كويس، جاب لك بيه شبكه او ما جابلكيش بيه شبكه او او او، المهر ده هو الراجل ابوه قال لك ده مهرها. بابا هو بابا بقى قسم المهر بقى جزء شبكه وجزء مش عارفه ايه وجزء ايه وجزء ايه. لو ابوها ابوه كان اتفقوا مع بعض ان ده مهر، احنا ما نقدمش الشبكه، ما نقدمش شبكه عشان ما عندناش فلوس ولسه صغيرين وما عندناش فلوس، فده مهرها، ده للشرع، احنا نمشي بالشرع. قلت لك اصل الشبكه لا هي سنه ولا هي فرض ومش موجوده في الشرع، مش بقول لك كده؟ هي الشبكه في الشرع لكن المهر في الايه؟ في الشرع زي ما هنشوف. يقول لك احنا ماشيين بالشرع. هو يجيب لها هديه بسيطه كده وبتاع لكن ده مهرها. طيب باباك خد المهر ده بقى اتصرف فيه، جاب شبكه جاب ما اعرفش ايه جاب كده لوحده من غير ما يقول لهم. لو الخطوبه ما تمتش كل الفلوس اللي دفعها العريس ترجع له كلها، لان هي العريس دفعها لك على اساس انها ايه؟ اساس مهر. باباك بقى خد حبه حطهم للمنجد، حبهم للنجار، حبه جاب لك بيهم شبكه، حبه جاب لك بيهم شبكه لوحده كده باباك اتصرف كده. زين اهل العريس ما لهمش دفع، يعني ده مهر، وطالما انه مهر والجواز ما تمش يبقى لازم كل المهر ايه؟ يرجع. يبقى ده حكم. يبقى لو كان الشبكه ضمن المهر يبقى ترد للخاطب عند عدم اتمام الموضوع. لو كانت الشبكه لا هديه من هدايا الخطبه، فيها اختلاف بقى. يعني ايه؟ انا اديتك 10، العريس قال انا اديتك 10 قروش منهم 3 شبكه و7 مهر، صح؟ وانا افضل ان الفلوس اللي تاخدوها بابا ياخدها ولا حد ياخدها او الام تاخدها تبقي عارفه الفلوس دي ايه؟ مهر ولا شبكه؟ صح؟ او كم مهر وكم شبكه؟ عشان تبقى عارفين راسكم برجليكم، محدش عارف الظروف ايه، صح؟ هو قال لك 3 مهر وايه؟ و3 شبكه و7 مهر. يبقى الخطوبه ما تمتش واداك 10 قروش، يبقى السبعه هي ايه؟ هيرجعوا، لان الجوازه ما تمتش، صح؟ الثلاثة دول ايه؟ اللي هو الشبكه اللي هي الهديه. الشبكه هتتعامل كانها زيها زي الهدايا. ما هو ممكن العريس يعمل ايه؟ يديكي 10 قروش مهر وما جابلكيش شبكه ويجيب لك هدايا بقى ذهب ومش عارفه ايه. فالهدايا دي بقى هيبقى حكمها زي حكم الايه؟ الشبكه دي في الحاله دي. انها هديه. هديه الخطوبه. دي فيها اختلاف اراء. بصي بقى. لو كانت الشبكه هديه ها؟ او الهدايا اللي موجوده الثانيه، ما هو جاب لك هدايا ثانيه، مش جاب لك مثلا الخاتم ده في عيد ميلادك وجاب لك مش عارفه عربيه عقبال امانتكم لما نجحتي وجاب لك فيلا لما كحيتي وجاب لك في ناس كده عندها
طب الحاجات اللي جابها لك دي اللي جابها لك دي كلها دي هدايا صح؟ حكمها حكم الشبكه، فيها ايه في الشرع بقى؟ فيها اختلاف. بصي بقى، لو كانت الشبكه جزء هديه من هدايا الخطبه فيها اختلاف. بصي بقى، اللي هي هدايا الخطبه عند الحضور على الخطبه فرد الهدايا فيها اراء فقهيه، الهدايا دي ارجعها له ولا ما ارجعهالوش؟ بصي بقى، الاحناف الحنفيه قالوا لك يسترد الخاطب هداياه ان كانت موجوده، اما ما هلك او استهلك فلا يحق له استرداده او استبداله. ما الهدايا اللي هو جابها لك ممكن تكون هدايا موجوده او استهلكت، جاب لك ازازه بارفان استعملتها، جاب لي تورتايه كلتها، ارجع له ثمنها اعمل ايه؟ استهلكت او ما استهلكتش؟ قالت لو كانت الهديه استهلكت يبقى خلاص ما ترجعوش، لكن جاب لي عربيه، جاب لي عربيه يبقى في الحاله دي ايه؟ ارجع حاله. ده عند الاحناف. ليه؟ الاحناف عندهم حاجه، قال لك الهديه دي زي الشبكه او الهدايا اللي جابها لك حكمها في الشرع عندنا في حكم اسمه حكم ايه؟ الهبه. الهبه يعني واحد ايه؟ هديه يعني هبه. هل لو واحد ادى واحد هديه هبه هل يجوز ياخدها منه تاني؟ دي فيها اختلاف مذهب. حكم الهبه ده حكم الشرع عندنا، حكم الهبه. في راي بيقول لك، اراء بتقول لك لا يجوز استرداد الهبه. الراجع في هبته، لو انا اديت لواحده هبه هديه، هبه يعني هديه، اديتها واحده هديه وبعدين جيت خدتها منها تاني، ده الحديث بيقول الراجع في هبته كالكلب العائد في قيئه. يعني الكلب لما بيستفرغ بياكل الاستفراغ بتاعه. فلو واحد ادى حد هديه هيبقى عامل زي الكلب اللي بايه؟ اللي بياكل القيء بتاعه. فقال لك ايه؟ لا يجوز. فده راي، ففي راي بيقول لك كده لا يجوز ايه؟ استرجاع الهبه. قال لك حاجه واحده بس، هديه واحده بس اللي يجوز ان الواحد يستردها بعد ما اداها. لو اب ادى لابنه حاجه يجوز ان هو يستردها. خلاص؟ ففي ناس خدت الحديث ده على انه كده، خدته على ظاهره وقالت لك ايه؟ لا يجوز اي حد يدي حد هديه يرجعها له. خلاص؟ ده في راي، يمكن ده راي الشافعيه والحنابله. الاحناف قال لك لا. الاحناف قال لك لا، عنده الهبه، عند الاحناف يجوز الهبه انك انت ايه؟ تسترديها تاني. لانه فسر الحديث على سبيل الكراهه مش على سبيل التحريم يعني. وقال لك الكلب ده غير مكلف، فازاي تقيسيه على البني ادمين؟ فقال لك هي مكروهه بس، فبناء على المكروه يبقى ممكن اللي بيدي هيبته يجوز ان هو يستردها. يبقى ده راي الاحناف، قال لك يسترد الخاطب هداياه اما ما هلك او سهلك فخلاص فلا حق، لان الهديه كالهبه يجوز للواهب ان يرجع في هديته هبته عند ابي حنيفه. فاهمين النقطه دي؟ في حد مش فاهم؟ طيب ده رايي. في راي بقى للشافعيه والحنابله، ليس للخاطب الرجوع في شيء مما اهداه سواء كان موجودا او هلك، لا يجوز عندهم الواهب ان يرجع الا الوالد فيما اعطاه لولده. فهمت؟ يبقى ده في راي ثاني. مفهوم؟ في راي ثالث بقى المالكيه. المالكيه قال لك رد الهدايا عندهم يعتمد على جهه العدول. مين اللي رجع في الايه؟ في الخطبه. مين اللي عاوز ينهيها؟ إذا كان العدول من الخاطب، الخاطب هو اللي عاوز ينهي، يبقى لا ترد الهدايا ولو كانت موجودة. يبقى الشبكة في الحالة دي هتبقى إيه؟ من حق مين؟ عشان كده بقول لك ما تنهيش لأن محدش عارف الظروف إيه. رأي تاني قال لك إذا كان العدول من المخطوبة هي اللي عاوز تنهي الموضوع، ترد الهدايا الموجودة والهدايا التي استهلكت ترد قيمتها. فهمتي بقى ليه بقى احنا ما نبينش ان احنا عاوزين احنا ننهي من ناحيتنا احنا؟ ها؟ الموضوع عاوزين نلمه على قد ما نقدر، وما بيجي حد عاقل في الوسط. وطبعا لو بيحصل حاجه زي كده يعني يفضل ان حد تساله حد من القانونيين، حد محامي في العيله، بس ناخد رايه يعني. لانك لو الموضوع وصل لمحكمه بقى لازم تثبتي بقى انه ايه؟ ان هو جاب لك هدايا كده، وهو يثبت ان هي ايه خدته. ما هي ممكن تقول انا ما جابليش حاجه، صح ولا مش صح؟ انا هحكي لكم على واحده معانا عاوزه تخلع جوزها، فلا جاب لها شبكه ولا اداها مهر ولا اداها اي حاجه، وكل الهدايا اللي جابها لها حاجات ملاليم يعني ما تجيش 2000 جنيه 3000 جنيه حاجه كده. وهي دكتوره في الجامعه، هو دكتور في الجامعه.
العند بقى شوف العند يرسل ايه لما في الخلع المفروض هي بترد له ايه المهر وترد له الهدايا وكل الفلوس اللي دفعها يعني. اللي رفعت عليه قضيه خلع فهو راح رافع عليه قضيه ان هي ترجع له كل حاجات اللي جاب لها ايه؟ هو قال ان هو جاب لها نص هدايا بما يعادل نص كيلو ذهب يعني حوالي ربع مليون جنيه. قلت لها طب قلت المحامي بتاعك في حاجه تثبت انك خدتي الكلام ده؟ قال لك المحامي قال ما اقدرش اثبت كده. طب هو يثبت ازاي ان هو جاب الكلام ده؟ قالت لك بيروح يجيبوا فواتير من عند بتوع الدهب. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلسه الخلول فيه فجوات وفيه حاجات عجب يعني. فعشان كده بقول لك رد الهدايا بقى ده لما بيوصل المحكمه بقى، المحكمه بقى في ساعات في الخطوبه لو بس لما تثبتي بقى اثبتي يعني واحده مثلا بتقول ايه جاب لنا خاتم. جاب لنا خاتم مثلا ب 10,000 جاب لنا خاتم 10,000 جنيه هو يروح يقول لا انا جبت لها خاتم ب 50,000 جنيه. اثبتي بقى فين الفاتوره والفاتوره كانت فين وكانت باسم مين وهو دي فاتوره مزوره محاكم بقى. وبعدين في بعض المحاكم بتحكم بالايه بان حسب جهه العدول مين اللي راجع في خطبته مين اللي راجع في الخطبه العريس يقول لك انا ما رجعتش هي اللي عاوزه تنهي صح. والعند بقى يقول لك ايه لا مش عاوز اشوف وشه ولا مش عارفه ايه خليها تجيب اللي خدته. والعند بقى وقضايا ومحاكم وتاجيل مفهوم. فالحاجات دي بتتعمل ودي كل ما كان ودي كل ما كان احسن. وليها نصيحه لمامتك لاختك لصاحبتك ربنا ما يجيب حاجه لينا يا رب ان احنا وان واي تيكت ان شاء الله.